في الحياة تاهوا فيها ناس وطرق تبان مفروشة ورد وتنتهي بألم وضيق، لكن الطريق للفرحة وطريق الخلاص عند المسيح. أصل المسيح هو الحياة، هو الطريق. أعزائنا ومشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة متجددة معاكم في اللقاء الروحي. سعادة جدا نكون معاكم ونهضة روحية على الهواء مباشرة مع جناب الدكتور القس يوسف بخيت، خادم الرب وجاء من الكويت وأيضا بيخدم الرب في كل مكان. أهلا وسهلا بيك قسيس يوسف، نورنا النهاردة. أهلا وسهلا بك يا دكتور رانيا. اليوم الثاني معنا ونهضة روحية جميلة اللي هنكون بنتكلم في كلمة الرب أكتر وتشرح لنا أكتر في كلام الرب العميق. وأنا عارفة وطبعا حضرتك غني عن التعريف محبتك وقوة وعمق الكلمة في حياتك. ربنا يباركك، شكرا ليكي، برحب بحبها للمشاهدين في كل مكان في العالم، وبصدق أن الرب يدينا نعمة جديدة اليوم وأن كلمة الرب توصل لقلوبنا وتسكن في حياتنا، فيبقى ليها غنى جوه كل قلب واحد فينا. فمن فضلك ركز معانا واستقبل كلام ليك من الرب في وسط كل الظروف بتاع الحياة اللي بنعيش فيها. أمين باسم يسوع. حلقتنا النهاردة شيقة جدا ومتميزة للغاية، لأن في حاجات كثيرة قوي بتزعجنا في العالم، لكن مع الانزعاج في العالم والاضطرابات في العالم إزاي يكون لينا سلام؟ عشان كده عنوان حلقتنا النهاردة وهنكون بنتكلم معاكم: سلام في عالم مضطرب. سلام في عالم مضطرب وعالم مليان بالحزن والظروف الصعبة، محتاجين ناخد السلام النهاردة. لو انت مضطرب او خايف من حاجة او متزعزع من شيء جواك او في امور كتيرة حصلت معاك في الوقت الماضي وفقدتك السلام، تعالى مرة تاني معانا من خلال هذه الحلقة ومن خلال هذا اليوم المبارك. قول يا رب املاني بالسلام مرة تاني، عاود لي السلام مرة تاني، أنا بكسب السلام النهاردة في حياتي. السلام، كل الناس محتاجة سلام، الناس عايزة تعيش في اطمئنان وهدوء وسلام، لكن الظروف المحيطة بينا ممكن تكون بتتغلب أو بتغلبنا بالحاجات طبعا والاضطرابات والمشاكل الصعبة اللي بنواجهها، فده بيفقدنا السلام. لكن احنا عايزين بندعو النهاردة من خلال الحلقة لكل مشاهدينا، ركزوا معانا، استقبلوا كلمة الرب النهاردة بكل فرح وسرور، وازاي يكون ليكم سلام في الوقت القادم. عشان كده مع الأسيس يوسف هنكون بنشرح اكتر في كلمة ربنا وهنتكلم عن السلام اكتر، وكمان خطوط التليفونات كلها مفتوحة قدام حضراتكم لحابب يكون بيتواصل معنا عبر أسلاك التليفون، عبر الفايبر أو عبر التليفونات. أهلا وسهلا بكم وبنرحب بكم وكل تليفوناتكم وأيضا طلبات الصلاة. الناس بيستنوا الوقت دوت علشان يكون كلنا بنصلي مع بعض ونحط مشاكلنا وأحزاننا وهمومنا عند أقدام الرب ونقول له يا رب ملناش غيرك. نقول له النهاردة ملناش غيرك، احنا عايزينك تيجي تسكب سكيب الرحمة وسكيب السلام وسكيب الروح القدس على حياتنا النهاردة.
يا رب حللنا مشاكلنا، اشفينا من أمراضنا يا رب. احنا بنعلي اسمك واسمك يعلو ويعلو ويعلو لفوق في كل مكان في العالم. عشان كده عايزاك النهاردة وعايزاك النهاردة تكونوا مركزين قوي معنا وادخلوا بمداخلاتكم، وهنكون بنتحد معاكم. احنا جايين هنا علشانكم، انتوا جايين هنا وقاعدين علشان بنحبكم، وعايزين نكون على تواصل مستمر بيننا وبينكم، ونصلي من أجل بعضنا البعض. واحنا هنكون بنصلي من أجلكم، وانتوا كمان صلوا من أجلنا، كلنا نصلي من أجل بعض، لأن فعلا كلنا محتاجين قوة من رب المجد تيجي وتسود علينا كلنا في الأيام الصعبة اللي ممكن نكون عايشين فيها دلوقتي. عشان كده في بداية البرنامج أحب الأسيس يوسف يكون بيتقدمنا في الصلاة في بداية البرنامج، ويطلب بركة لكل مشاهدين قناة الطريق في العالم كله. اتفضل يا أسيس. يا رب يسوع بشكرك من كل القلب، أعظمك لأنك أنت صالح وإله حي وموجود. في كل مرة بنيجي نجتمع باسمك تكون في وسطنا يا رب. بصلي من كل أحبائنا المشاهدين اللي موجودين قدام الشاشات في كل مكان، إن سلامك يأتي إلينا الآن يا رب، وحضورك يملانا، ويبقى حضورك حضور مميز، قلوب متوترة وإناس خائفة وحوادث مزعجة وعالم مضطرب، وإحنا مرات ننزعج ونخاف. لكن أشكرك يا رب لأنك النهاردة هتيجي تدي طمأنينة لكل واحد. باسم الرب يسوع بنتهي الروح الخوف، بنتهي الروح القلق، بنتهي الروح التوتر من كل قلب ومن كل من يشاهدنا في كل مكان في العالم. بصدق في حضورك الآن يا رب، لا تسمح أن تخرج كلمة من أفواهنا إلا وأنت تكون راضي عنها يا رب. فأقول لك لتكن أقوال فمي وفكر قلبي مرضي قدامك، لأنك أنت وليي. نشكرك يا رب لأنك في وسطنا الآن قائم، تظهر عن ذاتك من خلال كلمتك، وتكشف لنا أسرار عظيمة وعجيبة، تكشف لنا لأن أعطي لنا أن نعرف أسرار ملكوت الله. نشكرك لأنك تستجيب لنا، ولك كل المجد. آمين 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 آمين. مع كل أحبائنا نقول آمين لكل الناس اللي بتحب النهاردة أنها تكون بتسمع كلمة ربنا أكتر وأكتر. عشان كده عايزين نكون بنفتح مع بعض المزمور رقم 29 عدد 11، بيقول كده: الرب يعطي عزا لشعبه، الرب يبارك شعبه بالسلام. هنقولها مرة تاني: الرب يعطي عزا لشعبه، الرب يبارك شعبه بالسلام. ولو رحنا لورا تاني في انجيل يوحنا اصحاح رقم 14 عدد 27 بيقول كده: سلاما أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا، لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب. هنقولها تاني مع بعض: سلاما أترك لكم، سلاما أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا، لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب. احنا مش هنخاف لان لينا اله سلام ولا اضطرب. هنسمع اكتر في هذا الموضوع الشيق والجميل مع جناب القس الدكتور القس يوسف بخيت، خادم الرب في كل مكان. أسيس يوسف بنرحب بيك مره تانية على شاشه قناه الطريق، ومع كل مشاهدينا الكرام عبر انحاء العالم، ملايين من النفوس تشاهدنا. أمين. وبنشكر الرب من اجل الخدمه الجميله هنا في استديوهات قناه الطريق. عايزين في البداية عايزين نعرف مفهوم السلام. ايه مفهوم السلام في الكتاب المقدس؟ قبل ما ادخل لمفهوم السلام، عايز جوايا قوي ان الناس كلها في ظروف متقلبة ففقد السلام، رغم ان السلام ده هدف عالمي. الناس كلها بتدور على السلام. فازاي السلام والظروف كلها المحيطة من حوالينا بتفقدنا السلام؟ الدول بتسعى للسلام، الدول المتحاربة بيحاولوا يوصلوا للسلام عشان ما يكونش فيهم حرب، فالناس مش عارفين يوصلوا للسلام. فازاي نقدر نعيش في السلام؟
وسط ظروف العالم الصعبة القاسية اللي كلنا بنمر بيها. فمن جهة الأوضاع المالية أو المادية النهاردة كم من بيوت وكم من دول منهارة اقتصاديا والأوضاع المادية بتزداد سوء وغلاء المعيشة كل مدى بتغلى. ومرات الناس يفكروا ان غلاء المعيشة مثلا موجود في مصر بس او موجود في سوريا او موجود في العراق او موجود في ليبيا في وسط الدول اللي فيها مشاكل إرهابية. لكن لو بصينا الحقيقة قدام العالم كله بنفاجئ ان البطالة بتزيد في كل مكان في العالم. وانا بتحرك في خدمة الرب بأفاجئ ان كل الدول بيعانوا من البطالة ومشاكل مادية. وعزيزي المشاهد خليني اقول لك منطق طبيعي بنقدر نلمسه، شركات كبرى اتقفلت بالكامل بسبب التكنولوجيا والتطور الحديث اللي حصل في العالم. على سبيل المثال بتفتكر معايا اختراني يا زمان كان بيبقى عندنا الفيديوهات وعندنا شريط الكبير ده بتاع الفيديو صح؟ الشريط الكبير مظبوط. مين بيستعمله النهارده؟ محدش. بندخل النهارده عند اي بيت الناس شايلينه تذكار مش بيستعمله. شركات الفيديو دي راحت فين؟ الشركات والمصانع دي ايه اللي حصل لها؟ اتقفلت. لما اتقفلت المصانع دي العمال اللي كانوا بيشتغلوا والمهندسين اللي كانوا شغالين اتقطع عيشهم، بقى عندهم بطاله مش لاقيين شغل. بالظبط. بنلاقي حاجات تانية كتير قوي كنا بنستعملها وموجوده في حياتنا بطلنا نستعملها. تفتكروا معايا الكاسيت ابو شريط؟ أيوة. اللي كنا نحطه ونشغله وكل واحد يجيب حاجه كبيره وحاجه صغيره والدنيا دي كلها. مين النهارده بيستخدم ده؟ طب المصانع اللي كانت بتصنع الشرايط والكاسيتات دي عملت ايه؟ فين العمال دول؟ صح. فالعماله والبطاله عمال تقل وتزيد مع التقدم التكنولوجي. والحقيقه الوضع ما يطمنش لان البطاله كل مدى بتزيد. لان كل مدى بيصنعوا لنا حاجات فالاحدث بتنزل بيلغي الاقدم. صح. وكلنا بنسعى كل حاجه جديده. مظبوط. بس بعد شويه هنفاجئ ان الشركات باكملها بتقفل. تفتكر لما كنا بنصور الافلام مش كان في شركات عندهم انتاج الكاميرات قبل الديجيتال ما يطلع والفيلم نجيبه ونروح عند الاستوديو عشان نحمضه؟ ايوه. فين شركات التحميض النهارده والمواد التحميض والافلام دي عملت كل ده راح. كل ده راح. المصانع دي والناس دي اللي ما طوروش نفسهم مع التطور التكنولوجي قفلت. يبقى البطاله زادت ولا لا؟ زادت. فبطاله في كل العالم. طب يجي منين السلام وانا مش ضامن؟ يعني ناس اعرف ناس مثلا في دول مختلفه يبقى في شغله يفاجئ تاني يوم حصل مشكله اتقفلت الشركه. اتقفلت الشركه بالظبط. الموظفين بقى مش لاقيين شغل. بيقعدوا والناس منظمين ومرتبين امور حياتهم فبيحصل قلق، بيحصل توتر، بيحصل انزعاج. ازاي نقدر نقول فيه سلام؟ وانت قلتي الرب يعطي عزه لشعبه، الرب يبارك شعبه بالسلام. منين اقدر اجيب السلام اللي بتكلموا عنه ده واتمتع بركه السلام في ظروف ماديه صعبه جدا؟ حاجه تاني من حوالينا في العالم بنشوفها مش الاوضاع الماليه بس، الامور الامنيه. ظروف الامنيه النهارده بقت صعبه جدا. كل دوله النهارده رغم كل دقه التفتيشات في المخارج والمداخل الامنيه في كل الدنيا في العالم الى انه بنفاجئ الناس بيحصل عندهم ارهاب. صح. بيحصل عندهم تفجيرات. تفجيرات بتحصل في مصر، حصلت هنا في امريكا، حصلت في فرنسا، حصلت مش عارف في لندن، حصل في استراليا. في كل مكان في اضطرابات وكوارث ارهابيه والناس مش حاسه بالامان. النهارده يعني انا بفكر بعقليه وطريقه تفكير المشاهد الكريم، النهارده عشان اروح اصلي في كنيسه انا مش ضامن هروح بيتنا ولا لا. اذا كان حصل في الكنيسه البطرسيه والكنيسه البطرسيه عليها رجال امن. صح. انت عليها سكيورتي. عليها شرطه. ورغم وجود الشرطه حصل الارهاب والتفجيرات. مش بقول ان الشرطه مقصره. حرام ما بيبقوا عساكر في الجيش وبنقرا في الجرايد في مصر يبقوا واقفين في الخدمه بتاعتهم واحد يطلع عليهم برشاش بيقتل ب 25 واحد. بالظبط.
ففين السلام؟ بيجي منين السلام وسط عالم انا مش ضامن وانا ماشي ممكن واحد يطلع ارهابي يقتل ويدمر؟ الواحد مش ضامن حياته وخرج بره. وانا راكب العربيه بتقل في ناس قلبت عربيات عملت حوادث لسه وانا هنا في امريكا شايف عربيه داخله تحت سياره كبيره نقل مقطوره. فين السلام؟ هنا امريكا عانت من عواصف ثلجيه وعواصف ميه وبراكين بتحصل صح وحرائق بتحصل. فين الامان في العالم؟ مفيش. زيد على ذلك المشاكل الاسريه في البيت صح بسبب ظروف ماديه ضيقه وعالم مضطرب حواليا. فبيت انا ومراتي مش عارفين نغطي الاحتياجات والمطالب. الولاد عايزين مطالب، عندهم جامعات، عندهم مدارس، عندهم مصاريف، والدخل محدود، ودايما بنشد نصرف ولا بنصرفش. ده احنا مش عارف. ومن هنا بيحصل مشاكل كتير اسريه طبعا، ويمكن مشاكل يعني وخناقات وانفصالات وطلاقات. يا مظبوط. ففين والولد لما يطلع يلاقي في البيت مليان توتر، الاب بيزعق في الام والام بتزعق في الاب، وخناق، ومرات يحصل تطاول حتى لدرجه باليد. يا مرات حد يطلب احدهم يطلب للاخر الشرطه البوليس عشان يدخل. ايوه. وده بيحصل في كل دول العالم صح، مش بتكلم على دوله واحده، بتكلم على مستوى العالم. ففين الامان؟ اذا كان حتى في بيتي مش لاقي السلام مع مراتي او مراتي مش لاقي السلام معايا، انزعاج. عالم صعب جدا. حاجه اخر حاجه ونشوفها، الكوارث الطبيعيه اللي بتحصل في العالم. لما نيازك بتنزل وبتدمر بلاد وبتدمر اراضي، يعني اللي يتابع الحركه الكونيه، احنا في نيزك بيقترب من الارض. وبيقولوا النيزك ده على سنه 2030. ايوه. احنا النهارده داخلين على 2017. 2017 يعني بعد 13 سنه. بيقولوا احتماليه النيزك ده لو اتصدم بالكوره الارضيه الكوكب بتاع الارض كله هيتحرق. وبيعملوا محاولات ازاي يبعدوا النيزك ده علشان ما يصطدمش بالارض، ومش عارفين يعملوا ايه. للنيزك ده وبيقريب جدا، ما مش على مسافه قريبه، مش على مسافه بعيده. ففين الامان واحنا الارض متوقعين ان في اي وقت لو حصل اصطدام او خلل كوني حاجه صعبه بالظبط هيحصل ايه؟ فين السلام ده؟ الى انه في كل ده رب يسوع ليه كل المجد رغم كل الدنيا دي، قال سلامي اترك لكم. رب يسوع لكل مجد ترك لينا سلام رغم كل اللي قلت ده. ده الكتاب يقول بينما يقولون سلام وامان يفاجئهم الهلاك بغتة. عشان كده النهارده واحنا مليانين من الانزعاجات والتوتر اللي حوالينا في العالم وفقدان السلام، عايزين النهارده الرب يعمل معجزه جواك وجوايا عشان الرب ينزع التوتر وتقدر تسكن آمن وتعيش في سلام مع الله وسلام مع النفس. عشان كده الكتاب يعرفنا ويدينا مفهوم حلو قوي عن السلام. فمثلا في اللغة العبرية معنى كلمة سلام تيجي شالوم في اللغة العبرية، وشالوم معناها لما ترجمها بالعربي تعني صحة نفسية وداخلية وازدهار. ادي معنى كلمة سلام بحسب اللغة العبرية. بحسب اللغة العربية السلام معناه الصلح والأمان. يعني اتنين متخاصمين وبعدين صلحوا مع بعض، حصل سلام بينهم. فالسلام معناه صلح. وحتى مرات بيحصل بين العائلات في الطرب، في بعض البلاد لما بيحصل في طرب بين العائلات عشان يقدروا عايشين آمنين يعملوا صلح فيعيشوا في سلام فيبقى في أمان واطمئنان. ده معنى السلام بحسب اللغة العربية. السلام في اللغة اليونانية بيجي بكلمة إيريني، وإيريني تعني الانسجام الداخلي والهدوء من الحرب أو النزاع. وفي اللغة القبطية القديمة كلمة سلام بتيجي شيري، وفي اللغة الإنجليزية بيس. ومن هنا نستطيع أن نقول أن السلام معناه ومفهومه هو الأمن، الاطمئنان، الخلو من الخوف والانزعاج والقلق والاضطرابات، سواء في أسباب خارجية أو أسباب نفسية. أنا هعيش في سلام. كما أنه معنى السلام يعني النجاح والصحة والسعادة جسمانيا ونفسيا. ده السلام.
طب فين السلام واحنا كل شويه عندنا امراض مزعجه واخبار مزعجه وتقارير طبيه مختلفه؟ الله بيترك لنا السلام. عشان كده الرب يسوع لكل المجد يقول كده في اشعياء النبي اصحاح 32 عدد 17، يقول: ويكون صنع العدل سلاما وعمل العدل سكونا وطمأنينة إلى الأبد، ويسكن شعبي في مسكن السلام. ركز معايا يا عزيزي المشاهد واعتبره ده وعد ليك من الرب رغم كل التوتر وكل الظروف الحادثة. يسكن شعبي في مسكن السلام وفي مساكن مطمئنة وفي محلات أمينة. وعد رائع. مهما كانت ظروف العالم، الله بيديني وعد. عندما أمسك في وعد الله، الله بيقدر يحقق الوعد ده علشان نقدر نتمتع بيه. فكلمة الله مليئة بالمواعيد الإلهية اللي تمنح لنا السلام. عزيزي المشاهد، عايز أسوق لك من خلال كلمات الرب معاني كتير عن السلام ومواقف كتير عن السلام. فمثلا لما ترجع الكتاب المقدس في العهد القديم، كان السلام بيستخدم لحاجتين: للتحية أو للاستفسار عن حال الأشخاص الآخرين، عن حالهم. أذكر لك مثلا في تكوين 29 عدد 4 العدد 6، قال لهم يعقوب: يا إخوتي من أين أنتم؟ فقالوا: نحن من حاران. فقال لهم: هل تعرفون لابان ابن نحور؟ فقالوا: نعرفه. فقال لهم: هل له سلامة؟ فقالوا: له سلامة، هو ذا رحيل ابنته آتية مع الغنم. يبقى لما سأل هنا يعقوب إخوته وسأل على خاله في حاران لابان، قال له هو في سلامة. هو في سلام يعني بخير. زي مثلا أسألك يا رانيا، أخبار جوزيف إيه وأخبار الولاد عاملين إيه؟ دي لغة العصر النهاردة. اللغة كانت في العهد القديم أخبار سلامة جوزيف إيه؟ بطمن عنه، بطمن عن أخباره. بتعني كمان التحية، لو أنا ماشي وبلقي السلام زي سلام لكم أو سلام عليكم. فبنلقي التحية والسلام، معناه تمنيات إن أنا في إلقاء التحية معناه بقول له أنا عايزك تعيش في سلام. الحياة بيني وبينك يبقى فيها سلام. يومك يبقى مليان بالسلام. ليلك وانت نايم يبقى مليان بالسلام. يعني زي النبوة كده، تمنيات قلبية بنحيي بعضنا بعض بيها ونفتقد سلامة بعضنا البعض. كمان السلام من الأعداء. العالم عندنا أعداء، إزاي نقدر نعيش في سلام مع الأعداء؟ يقول سليمان الحكيم في أمثال 16 عدد 7، يقول: إن أردت الرب طرق إنسان جعل أعداؤه أيضا يسالمونه. وكانت هذه أعظم أمنية عند الأمة. وعد الرب لشعبه في لاويين 26:6 يقول: وأجعل سلاما في الأرض فتنامون وليس من يزعجكم. تنامون وليس من يزعجكم. احنا النهاردة بنشوف الناس تبقى نايمة والباب بيتكسر عليهم، وبيدخل ناس رعب، حرامية، لصوص، إرهاب، ذبح، قتل، سرقة. لسه حد بعت لي في دولة عربية مسج، رسالة يعني، وبيقول لي: محتاجين صلواتكم. وهم قاعدين في البيت، دخلوا جماعة ملثمين ولابسين لبس جنود، وقالوا: احنا جايين من الامن العام وعندنا امر بالتفتيش ومعاهم سلاح. خلوا الام والولاد قعدوا في الصالون تحت تهديد السلاح. لازم فين تفتيش فين الامر التفتيش؟ انا جاي مع الضابط، ثلاث اربع دقايق وجاي مع الضابط. وطبعا المسكين اسلحه هتروح فين بالظبط؟ فمش قادر اتحرك من مكانها. دخلوا فتشوا، سرقوا الذهب، سرقوا حاجات كتيره. قالت: نشكر رب ان يعني كان في المحفظه في الشنطه بتاعتها في 100 دينار اردني، والذهب بتاعها قرابه 6000 دينار اردني اتسرقت. يسوع. وبعد كده بعد ما سرقوا خد بعضهم ومشوا. فين السلام؟ الى ان الله يوعدني النهارده لو انا مسكت في الوعد ده، الله بيقول هنا في كلمته: فتنامون وليس من يزعجكم.
فتنامون وليس من يزعجكم. لو مسكت في الوعد ده صدق ان الرب حتى الاحلام المزعجه والكوابيس يعرف الرب يشيلها من عنك. وانت بتروح تنام اخر حاجه بتفكر فيها ايه؟ خيالك ودايره تفكيرك. انا بتمنى ان كل شعب الرب قبل ما يروح ينام ابدا اتكلم مع الرب واختم يومك بصلوات شكر للرب، وافرش سريرك اللي انت هتنام عليه بتذبيح الرب، وغمض عينك على اخر حاجه انت بتشوفها حضور الله جواك. تتوقع لما تروح تنام هتنام ايه؟ هتحلم احلام مزعجه؟ محدش هيجي عندك، لانك تكون في سلام وفي امان. عشان كده الرب يبارك شعبه بالسلام، زي ما انت قريت كده ان الرب يعطي عزا لشعبه ويبارك شعبه بالسلام. ويقول كده في سفر اللاويين 26 وكلم الرب موسى قائلا كلم هارون وبنيه هكذا تباركون بني اسرائيل قائلين لهم يباركك الرب ويحرسك، يضيء الرب بوجهه عليك ويرحمك، يرفع الرب وجهك ويمنحك سلاما. دي البركة اللي موسى كان بيبارك بيها ويقول لهارون. واحنا النهاردة لما بروح الكنيسة مرات في ختام اجتماعاتنا بنبارك نفس البركة هذه، بنبارك بها شعبنا، يباركك الرب ويحرسك، يضيء الرب بوجهه عليك ويرحمك، يرفع الرب وجهه عليك ويمنحك سلاما. أو مرات بقول نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب وشركة الروح القدس أو القادر أن يحفظكم غير عاسرين. عندنا مواعيد إلهية إن الله هيحفظنا في السلام. فدي كلمة الرب لينا اللي الرب بيقدمه لينا. أمين. عشان كده خد سلام من الله علشان يقدر يغمر حياتك، لأن المسيح أعطانا سلام غير عادي في وسط عالم مضطرب. السلام في الظروف اليومية يا سيس، إزاي نكون بنعيش في سلام؟ نمرة واحد، سؤال حلو قوي، لأن كلنا بنعيش في ظروف متقلبة. النهاردة أنا كويس، بكرة ظروف متغيرة. بالظبط، يوم ليك زي ما بيقول في مثل، يوم ليك ويوم عليك. مثلا يعني يوم يعني. كويس ويوم مش كويس. يوم زفت. يعني هو يعني يمكن المثل دوت كتير قوي أو الناس عايشة بيه، لا النهاردة كان كويس قوي، امبارح معرفش إيه اللي حصل النهاردة، فالناس عايشة في هذه الكلمات. عزيزي المشاهد، عايزك تفكر معايا في حدث موجود في الكتاب المقدس في العهد الجديد. رب يسوع خد التلاميذ في السفينة في انجيل متى 9-8، والتلاميذ ماشيين في البحر والبحر أمان، وفجأة بدون مقدمات حصل تغيير في الأجواء وفي الطقس وظروف البحر اتغيرت. صح. يقول لنا في متى 8-24 وإذا اضطراب عظيم قد حدث في البحر حتى غطت الأمواج السفينة وكان هو نائما، اللي هو رب يسوع، وكان هو نائما. يعني الرب موجود ولا مش موجود؟ موجود، بس كان ايه؟ كان نايم. كان نايم. هو الرب بينام هنا؟ لا، الرب مش نايم. لا، بس هو الحقيقة ان التلاميذ، خدوا بالكم الكلام اللي قولوه، التلاميذ قالوا الرب ده البحر ده مش شغلتك، سيب لنا البحر وسيب لنا المجاديف والقود احنا ندفع. تليفون يا سيس ناخده؟ اوكي. طيب، قناة التليفون. الو، مساء الخير، اللقاء الروحي. الو، مساء النور يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك. هو ينفع المشاركة عن طريق الرقم ده؟ طبعا، اهلا وسهلا بيك وكل طلبات الصلاة. طيب اهلا بيكم، انا عادل من القاهرة. عادل من القاهرة؟ اهلا بيك يا اخ عادل، منورنا. لا ما اسميش عادل، انا عابر. عابر. اهلا بيك اهلا بيك اخونا العابر. اهلا بيك، جيت للمسيح، مبروك عليك المسيحيه. ربنا يخليك، اشكرك جدا. اتفضل يا اخ عابر. انا معجب جدا بقناه الطريق، وانا من زمان وانا كنت براسل القناه في فتره حكم الاخوان لمصر، كنت براسل القناه وبعتهم الاخبار، وباستمرار كنت بتابع القناه على طول. ربنا يباركك، ربنا يباركك، وقناه الطريق بتحبك. ربنا يخليك. انا حبيت بس اعبر عن اعجابي بالقناه وبالبرامج بتاعتها. الرب يباركك، ده ربنا شيء يباركك. جميل، فخورين. تعليقك يا سيس على اخونا العابر. اكتر حد من الناس اللي بيعانوا مرات من التوتر واضطرابات الناس العابرين. ايوه مظبوط، يمكن غيرنا احنا كمسيحيين. ايوه، ما عندناش تحديات وما عندناش افكار غريبه
لان يعني انا بروح الكنيسه ما عنديش مشكله لما اقعد في اجتماع صلاه ما عنديش مشكله لكن مرات العابر عشان يروح كنيسه بيبقى عنده مشكله بالظبط. لكن خليني اقول لك، تمتع بالرب، تمتع بحضور الله، تمتع بسلام الله في كل ظروف الحياه، انت محفوظ وتسكن في مساكن مطمئنه وامنه، لان ساكن في ستر العلي في ظل القدير يبيت. وكمان كنت عايزة كمان أضيف حاجة، إن يمكن الله بعت القنوات المسيحية عشان تكون بركة لإخواتنا اللي عرفوا المسيح ومش قادرين يكونوا بيروحوا يصلوا في مكان. هو ده شيء جميل يعني، ده شيء جميل يعني، بركة لكل بيت في الحقيقة. لكن خليني أقول لك حاجة ممكن ما تعرفهاش، أنا يعني بما أني بتحرك في خدمة الرب حول العالم، فرحت بلاد بالكامل في دول أوروبية ما فيهاش ولا اجتماع عربي. شفت يا اسف، ولا اجتماع عربي نهائي. فالميديا والقنوات المسيحيه الناس كتير روحيا عايشين على هذه الفضائيات، بيتعلموا وناس بيعرفوا الرب بيسلموا حياتهم للمسيح وبيتلمذوا ويتعلموا الحق من خلال الفضائيات. نشكر. فالفضائيات دي بركة كبيرة للعالم، وبنصلي ان الرب يكون بيقدر يوصل لك دلوقتي وانت موجود في أرض غربتك أو في أرض لجوءك أو في وسط ظروفك، والرب يدي لك سلام حتى لو البحر هايج عليك. أمين. البحر بيشير للعالم. مرة العالم يبقى سلام وأمان، ومرة العالم بيقلب علينا الزمان. فالتلاميذ كانوا في البحر والرب كان موجود معاهم. انا عارفه لا لازم تكمل النقطه دي، بس معايا تليفون تاني. ناخد تليفون تاني. طبعا انا بشكر اخونا العابر على محبته وعلى انبهاره بالقناه وكل برامجها، وصلي من اجلنا واحنا بنصلي من اجلك. معانا تليفون اخر، قناه الطريق اللقاء الروحي. الو، وصل معايا. يا هلا يا هلا. الو. ايوه اهلا بيكي، اتفضلي. من هنا. أنا بنت الصالة، البنت تعبانة. باسم يسوع. بنتك اسمها إيه؟ وابني برضه يعني ما عاوزش ولا حاجة، ربنا يديش شغلانة كلها كده. يا رب حبيبتي، يا رب باسم يسوع ربنا يفتح له باب رزق في الوقت اللي جاي. اتفضل معاك الأسيس يوسف، اتفضل يا حبيبتي. أنت سلمت حياتك للمسيح؟ رشا؟ عماد وراشا. رشا وعماد. يا اخت ام عماد، مش عارف بكون ام عماد ولا مين، بس عندك عماد ورشا ربنا يخليهم لك. المسيح دخل جوه قلبك يا ام عماد؟ خدت المسيح مخلص لحياتك؟ عماد ورشا. طب اسمعيني يا اخت ام عماد، انت قبلت المسيح مخلص لحياتك؟ الرب دخل جوه قلبك؟ يعني انت متاكده من خلاص المسيح جوه قلبك؟ باذن الله. طيب انا عايزك تصلي معايا، يا ام عماد، واصلي معاكي عشان الرب يتدخل في ظروف عماد، ان ربنا يعني يديله حاجه كده يكون منعيش هو وبنته وما معهمش حاجه ولا مراته. امين. هنصلي مع بعض والرب يتدخل معاهم. وبنت عيانة ضوء وجحها. طيب اسمعيني وصلي وكرري ورايا الصلاة دي ليهم. هصلي معاك. امين. ماشي. يا رب يسوع اشكرك من كل، يلا صلي معايا يا ام عماد. يا رب يسوع ماشي. اشكرك من كل القلب. حاضر. يا رب تعالى ادخل لقلبي وادخل لحياتي، بسلمك كل امور حياتي يا رب، وتعالى اغفر كل ذنوبي، محتاجالك يا رب تدخل بيتي. يا رب تعالى ودبر امور ابني، وافتح له باب بركة للشغل علشان يقدر يرتب امور بيته. احنا بنحط الطلبة دي قدامك يا رب، لعماد والرشا. المس رشا لمسة شافية. أنت الإله القادر على كل شيء يا سيد الرب، وأنت لا يعثر عليك أمر. باسم الرب يسوع المسيح تفتح أبواب جديدة يا رب، ونسمع من أم عماد أنك أنت استجبت الصلاة وفتحت باب عمل جديد، ومدت إيدك على بنتها وشفتهم
فيعرفوك انك انت الرب المخلص. اشكرك يا رب لانك هتيجي بسلامك وبمحبتك وبروحك القدوس على هذا البيت. لك كل الكرام والمجد من الان والى الابد. امين. 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 احبائنا المشاهدين التليفونات كلها مفتوحه قدام حضراتكم لو حابين تكونوا تتصلوا بينا. معنا تليفون اخر قناه الطريق لقاء الروحي. الو 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 مساء الخير. مساء النور. اهلا بيكي، اتفضلي يا ماما انت على الهوا. عايزاكم. امين حبيبتي. ابنك عنده ايه؟ ما وصل من اجل ابني. عنده ايه؟ صبحي يرتب له شغل. مايكل صبحي. مساء النور. انا عايزاكي بس توطي التلفزيون وتسمعينا بس من التليفون. مايكل صبحي. اندرو صبحي. اندرو صبحي. اندرو صبحي. امين يا حبيبتي. ماشي. من اجل الشغل. خليكي معانا. خليكي معانا يا ام اندرو. خليكي معانا حبيبتي يا ام اندرو. اسيس يوسف، احنا اتكلمنا من شويه عن البطاله. ايوه. ومفيش اشغال ومصانع كثيره اتقفلت والتكنولوجيا مجلد. التكنولوجيا دلوقتي كذبت وفي حاجات اتحدثت. فتعليقك مع ام اندرو عشان تكون بتصلي معاها. الرب يعرف يفتح باب شغل الاندرو رغم كل ظروف البطاله الموجوده في العالم، لان الكتاب بيقول الرب قد ميز تقيا. طبعا. وربع اللي سألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، قرعوا يفتح لكم. فاحنا هنصلي من اجلها وهي تصدق، هي واندرو، ان الرب خلال الايام اللي جايه يفتح له باب للشغل وباب للبركه الماديه تيجي على حياته. لانه مثلا لما الرب خرج شعبه من ارض مصر وطلعوا على الصحراء، هيجيبوا اكل من فين في الصحراء؟ لا في محلات ولا مطاعم، صحراء. صح. ياكلوا من فين؟ عرف الرب ينزل لهم اكل من السماء؟ فاحنا عايزين نصدق ان الرب يعرف في وقت اللي ما فيش شغل يعرف الرب يعتني بيا. الرب مهتم بكل اموري. أمين. وبيرتب كل ظروفي. أمين. ولما دخلوا الارض التي تفيض لبنا وعسلا، المن بطل ينزل. لانهم عليهم يزرعوا، عليهم يشتغلوا. ايوه. فاحنا نصلي ان الرب يزيل البطاله من ارضنا ومن بلادنا ويفيض على شعبه بشغل مليان بالبركة، ويكونوا بيتباركوا بس يركزوا على عبادة الرب، لأن الرب هيكرمهم. أمين باسم يسوع. أمين. هنصلي معاك يا أم أندرو، وصدق أن الرب يكون بيتمجد وبيدي إيده بقوة جديدة ويفتح باب جديد لأندرو بنعمة الرب. بس خد المسيح مخلص لحياتك يا أم أندرو. أنت بنت للرب يسوع بتوع الكنيسة. أم أندرو معنا على التليفون تقريبا. أوكي. خط قطع. امين. هنصلي معاك يا ام اندرو، انت اكيد سامعنا من التليفون دلوقتي. كرري الصلاه دي وقول للرب تعالى يا رب يسوع ادخل جوه قلبي، تعالى يا رب يسوع ادخل الى بيتي، تعالى يا رب يسوع ادخل لاولادي، وعايزين نعيش لك باقي العمر. يا رب يسوع بنصلي ليك انك تفتح ابواب بركه على حياتهم الماديه، وبنصلي من اجل اندرو يا رب انك تفتح له باب للعمل الجديد باسم الرب يسوع. كل ابواب مغلقه قدامه تفتح هذه الابواب باسم الرب يسوع، وتصنع امرا جديدا في حياه اندرو، وتكرمهم ايها الرب سيدنا، لانهم لجأوا اليك وحدك وليس سواك. اشكرك يا رب لانك اتمجدت في حياتهم، ولك كل المجد. امين. 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 الله يفتح ولا احد يغلق، ويغلق ولا احد يفتح. معنا تليفون اخر قناه الطريق لقاء الروحي. الو. 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 الو مساء الخير. النور. اهلا بيكي، اتفضلي يا ماما انت معانا على الهوا. احنا اسفين جدا خط قطع مننا، لكن حاولي تكوني بتعودي الاتصال بينا مره تانية. هنكون بنستقبل تليفونك. الرب يباركك حبيبتي. انا مش عايزه يعني نفقد سلامنا وتكمل وتكمل سبيه التلاميذ هم في فصل البحر. نرجع نفكر الاحبه المشاهدين في انجيل متى. الرب يسوع موجود في السفينه. الاجواء كويسه، السفينه ماشيه في سلام، التلاميذ معاه، بس فجاه البحر هاج عليهم ومهددين بالغرق. ايوه مظبوط. والرب موجود معاهم. ايوه جوه السفينه. جوه السفينه
كان نايم. لو سألنا أي حد من كل المشاهدين اللي بيتصلوا واللي مش بيتصلوا نقول لهم ربنا معاكم؟ آه ربنا معانا. طب إزاي ربنا معانا والبحر هيجي علينا؟ إزاي ربنا معانا وإحنا هنغرق؟ الحقيقة مرات بيبقى معانا الرب بس عندنا ضعف الإيمان وعنينا مش شايفة البعد الروحي لقدرة الله الموجود معانا، فبنسلم للموج والرياح والعواصف فبنخاف. فالتلاميذ امتلأوا خوف والسفينة متمهددة بالغرق وكل التلاميذ مهددين بالغرق، فراحوا أيقظوا يسوع وقالوا له: أما يهمك أننا نهلك؟ يا سيد نجنا فإننا نهلك. فقال لهم: ما بالكم خائفين يا قليلي الإيمان؟ يبقى مرات إيماننا عندنا، معلش ما عندهمش إيمان، في إيمان عندنا، ما ربنا معانا بس إيماننا قليل. فالرب قال لهم: انتوا خايفين ليه؟ انزع خوفك عنك، لان انا موجود في حياتك، ولان انا موجود في حياتك بس تعالى كلمني زي الاخوه والاخوات اللي بتصلوا بينا عشان نصلي لهم، كان رب يشفي حد عنده مريض او يفتح باب للعمل للبركه. لازم نبدا الخوف ده يطرد ونصدق ان الرب هينتهر الابواب المغلقه، هينتهر الامراض، هينتهر الرياح. يقول الكتاب عن الرب يسوع: فقام وانتهر الريح وصار هدوء عظيم. يبقى هنا محتاجين نعمل ايه بقى؟ هل في كل يوم عندي سلام من الله؟ نعم. هل في كل يوم عندي بركة الرب بيؤمر بيها ليا؟ ايوه. هل ممكن وانا في وسط اليوم ابقى كويس وبعد كده رياح وظروف صعبة اتفاجئ ان انا داخل فيها؟ الرب اللي موجود معايا هصرخ ليه واقول له: يا رب نجني. الاقي سلام الله يبدأ يرجع لقلبي بدل التوتر والقلق والخوف زي ما حصل مع التلاميذ لما الرب قام وانتهر الريح، امتلأوا جواهم بالسلام. كمان مرات سلام وسط الحروب القاسية. يقول داود النبي كده في مزمور 55: فدى بسلام نفسي من قتال علي، لأنهم بكثرة كانوا حولي. وحسب الترجمة التفسيرية يقول: يخلص نفسي بسلام من المعارك الناشبة حولي، إذ أن المتآلبين علي كثيرون. المتآمرين يعني الناس اللي بيتآمر علي. بالضبط كده. يبقى هل النهاردة التآمر على الكنيسة في كل دول العالم كف؟ إبليس ما زال يعمل ضد الكنيسة، يعمل ضد المؤمنين، بس الكتاب هنا يقول فدى بسلام نفسي. يعني الرب عشان يديني سلام واخد سلام الله المسيح دفع الثمن، كان ثمنه الفداء. فالعالم اليوم مليء بالحروب، العالم اليوم مليء بامور تكسر القلب وتخلي الانسان عايش حزين. وبنشوف صور مأساوية صراحة. يعني لما نقلب الاحداث في كل دول العالم، اطفال بيموتوا، اطفال بيتشردوا، اباء وامهات بتطردوا من اراضيهم وبيوتهم، وبتتخذ منهم قصص حقيقي مزعجة. لكن داود ينشد ويقول: إن قامت علي حرب ففي ذلك أنا مطمئن، واحدة سألت من الرب وإياه ألتمس أن أسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام. اوعى تفكر أن وجودك في بيت آمن أو في دولة آمنة هو ده الأمان. أمانك في المسيح بس، مش في أي حد تاني. صح. عشان كده محتاجين أن الرب يكون يمتعنا بالسلام. بس في حاجة مع الصور المحزنة اللي بنعيش فيها، لو حبينا نعرف مصدر وأسباب عدم السلام والتوتر، الرسول يعقوب بيقول الحقيقة الجزئية دي: من أين الحروب والخصومات بينكم؟ أليست من هنا من لذاتكم المحاربة في أعضائكم؟ تشتهون ولستم تمتلكون، تقتلون وتحسدون ولستم تقدرون أن تنالوا، تخاصمون وتحاربون ولستم تمتلكون. لأنكم لا تطلبون، تطلبون ولستم تأخذون، لأنكم تطلبون رضيا لكي تنفقوا على لذاتكم الخاصة. يبقى سبب الحروب هنا، سبب التوتر، سبب الانزعاج، ايه سببه هنا؟ الأنانية.
حياتي الذاتية، الحسد، حب الذات، بنطلب علشان ننفق لشهواتنا الخاصة. النهاردة جزء من اللي بيحصل في العالم ان في مجموعة عايزة تحكم بفكر معين وباسلوب معين وتفرض معتقداتها على كل العالم، بتحاول تحقق ده فبتقتل وبتتقتل ومش قادرة تحققه. ليه؟ حب ذات، شهوات خاصة، أنانية، أنانية، سلطة عايزين بيدوروا عليها، فاقدين هم السلام، والعالم بسببهم مرات بيبقى فاقد السلام. بالظبط. فعشان كده محتاجين نتحرر من حب الذات، وازاي اقدر اسعى تجاه الاخر علشان اقدر اتعامل معاه واقدم له سلام وبركة من عند الرب. السلام الالهي الله بيدعو الناس كله ليه. الله بيناشد كل الناس في كل العالم. الملايين اللي بتشاهدني النهاردة، ربنا بيدعوك لتحيا سلام وسط عالم مضطرب، زي عصفور موجود على صخرة في وسط رياح وعواصف. مرات بنشوف المنظر ده، يبقى البحر هايج والسفن بتغرق والعصفور عمل ايه؟ قاعد على الصخرة ولا في باله، ولا في باله، عنده ولا سلام، ولا في باله، متمتع بالسلام. لانه واقف على صخرة. واحنا عندنا المسيح صخر الدهور. لما نثبت على المسيح صخر الدهور يبقى الامر هيكون مختلف. علشان تقدر تتمتع بالسلام اقول لك بعض خطوات لمين هم اللي هيتمتعوا بالسلام. المتوكلين على الرب. بالظبط. يبقى لابد يكون في اتكال على الرب علشان اتمتع عليه. يقول في سفر اشعياء اصحاح 26 يقول عدد 3 و4: ذو الرأي الممكن تحفظه سالما سالما لانه عليك متوكل. توكلوا على الرب الى الابد لان فيه، ياه اللي هو الرب هنا، صخر الدهور. تعبير رائع عن الطمأنينة الاكيدة يهبها الله لمين؟ للمتوكلين عليه. يبقى الشخص المتوكل على الرب، الله بيدعو كل المتوكلين عليه يتمتعوا بالسلام. ولذو الرأي الممكن تحفظه سالما 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 سالما، يعني عايش في سلام. ويكرر الامر مرتين للتأكيد. يبقى لما تتوكل على الرب من كل قلبك هيعيشك الرب في سلام. الحاجة التانية اللي يسلك في الحياة العملية بالوداعة. فيقول شخص الرب يسوع المسيح في انجيل متى 5:5 يقول طوبى للودعاء لانهم يرثون الارض. وفي مزمور 37:11 يقول اما الودعاء فيرثون الارض ويتلذذون في كثرة السلامة. والوداعة، تعريف الوداعة هنا معناها ايه؟ معناها ان الناس يتعاملوا مع بعضهم مع البعض في مخافة الله. ابقى شخص وديع. شخص بتعامل مع الاخرين بمحبة، ببساطة. عشان كده والرب قال عايز تتعلم مني، تعال تعلموا مني لاني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم. في حاجة تالتة كمان، سلام للناس اللي بيشكروا الرب ويهتموا بحياة الصلاة. وده جزء مهم قوي. ناس كتير بسبب عدم الشكر، التذمر، وبسبب عدم الصلاة بتمالوا بتوتر. الرسول بولس يقول لمؤمنين فيلبي، في فيلبي 4:6-7 يقول لهم لا تهتموا بشيء، لا تهتموا بشيء، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يعمل ايه بقى؟ يحفظ قلوبكم وافكاركم. لما تركز معي في الآية دي بيقول لا تهتموا بشيء. مين فينا ما بيهتمش؟ كلنا بنهتم. لما اجيب الهموم اللي عندي والمشاكل اللي عندي واروح للرب اقعد معاه واحطها قدام الرب وابدا اقدم الشكر للرب، قدم شكر على اللي عندك، لان اللي عندك ده حلم كبير لناس كتير مش عارفه تحققه بس انت مش حاسس بيه. فكرت في مره تشكر الرب من اجل كليتيك اللي شغالين غيرك بيدور على كليه مش لاقيها؟ دور. فكرت تشكر ربنا انت بتمشي على رجليك غيرك مش قادر يقوم على السرير؟ فكرت انك تشكر رب من اجل النفس اللي بتاخده وطالع داخل غيرك بتنفس تنفس صناعي؟ يعوزني الوقت لو حبيت اذكر لك اشياء موجوده في عندنا مش بنشكر رب عليها، في ناس عايزين يدفعوا فيها ملايين عندهم استعداد يعملوا ده ومش
ومش لاقيين معاهم الملايين وعاوزين يدفعوا ومش لاقيين. اشكر الرب من اجل اللي عندك، وبعدين هات شويه الهموم اللي عندك حطها للرب، تعلم طلباتك ومرضى الله، وسلام الله بقى تبقى متمتع بيه فوق كل عقل. غير يبقى الناس زي العصفور كده اللي ساكن قاعد على الصخره ومطمن. انا مطمن لان الرب معايا، انا مطمن لان وجود الله معايا، فامتلئ ببركه الرب بشكل غير عادي. عشان كده السلام للذين يفعلون الصلاح. الكتاب يقول لنا في رساله روميا صحاح 2 عدد 10 و11 مجد وكرامه وسلام لكل من يفعل الصلاح. خدت بالك من الايه ولا اقرا لك تاني؟ في روميا صحاح 2 عدد 10 مجد وكرامه وسلام لكل من يفعل الصلاح، لان ليس عند الله محبه. مجد وكرامه وسلام لمين؟ كل من يفعل الصلاح. كل من يفعل الصلاح. عاوز تعمل تتمتع بالسلام، روح اعمل صلاح. دور على واحد تعبان واقف جنبه، زور مريض، زور مسجون، زور جعان، الخير. افعل الخير مع الجميع ولا سيما اهل الايمان. النتيجه مجد وكرامه وسلام تكون عايش فيها كل ايام حياتك. فالرب النهارده عاوز يدي لك هذا السلام وتتمتع بيه. مصدر السلام مين؟ طيب هناخد مصدر السلام بعد ما نطلع الفاصل. اوكي عمين. حضر لنا مصدر السلام ياسيس بعد ما نطلع بالفاصل مع احبائنا المشاهدين. فاصل ونواصل، استنونا. We
ورجعنا لكم مرة ثانية أحبائنا المشاهدين بعد ما سمعنا ترنيمة سلامة كفاء العقول. سلامة كفاء العقول، سلام لشعب الرب في كل مكان. الرب صالح وأمين ويقدر يكون بيوصل لكم السلام النهاردة جوه قلوبكم وحياتكم، وتقدروا تتمتعوا بسلام في الوقت القادم باسم يسوع. معنا تليفون قناة الطريق لقاء الروحي. ألو 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 ألو. بنتأسف جدا الخط قطع مننا، نحاول نكون بنعاود الاتصال مرة تانية. هنكمل مع الأسيس وبنرحب بأسيس يوسف بخيت خادم للرب في كل مكان. أهلا وسهلا بيك بعد الفاصل أسيس يوسف، وهنكمل حوارنا النهاردة عن سلام في عالم مضطرب. السلام في عالم مضطرب، المصدر الأساسي للسلام معطيه المسيح، لأنه هو سلامنا. فأي حد يدور على السلام في مكان تاني مش هيلقاه. فيقول لينا عن الرب لكل المجد، لما المرأة الخاطئة كان عايزين يرجموها وقف الرب وقال لهم من منكم بلا خطية فليرمها أولا بحجر. صح. الرب منح ليها السلام. عارفة الرب قال ايه؟ إيمانك قد خلصك، اذهبي بسلام. اذهبي بسلام. يبقى الرب بيعمل ايه هنا؟ بيعطي السلام. لما اخد الايمان واقبل الرب يسوع المسيح يبقى لينا سلام. اذ قد تبررنا بالايمان لنا سلام مع الله. بمين؟ بربنا يسوع المسيح. يبقى مين مصدر السلام؟ شخص المسيح. لا سلام قال إلهي للاشرار بعيد عن المسيح. الناس بتحاول تدور على اماكن امنه تحس انها في سلام، لكن مش هتلاقي في الأماكن الأمنة السلام. لكن السلام الحقيقي في شخص المسيح، لأن هو اللي بيقول أنا ساكن زي ما قال برنامج أنا ساكن الصخر. في حصون الصخر. فهو مين حصن الصخر؟ هي شخص المسيح. السلام كمان الرب لكل المجد هو بيبشر بالسلام. فيقول في أعمال 10 عدد 36 الكلمة التي أرسلها إلى بني إسرائيل يبشر بالسلام بيسوع المسيح، هذا هو رب الكل. يبقى الله أرسل المسيح عشان يرد السلام للعالم في وسط عالم مضطرب. يقول في أفسس أصحاح 2 عدد 17 فجاء وبشركم بالسلام أنتم البعدين والقريبين. يبقى الرب جاي يعمل إيه؟ يبشر بالسلام. ومسؤوليتنا احنا كمؤمنين نيجي في وسط عالم مليان بالقلاقل ونقول لهم المسيح هو مانح السلام، وهو معطي السلام، وهو رب السلام، وهو طريق السلام. يقول عن طريق السلام كده في أشعية 59 عدد 7 و9 يقول أرجلهم إلى الشر تجري الناس وتسرع إلى سفك الدم الزكي دي الناس. وأفكارهم أفكار اسم، في طرقهم اغتصاب وسحق، طريق السلام لم يعرفوه. هذا ما شوف السكة دي. وليس في مسالكهم عدل، جعلوا لأنفسهم سبلا معوجة، كل من يسير فيها لا يعرف سلاما. هذا عينها يجي مدينا عينة تانية عن ناس أشرار. يقول مرة تانية وطريق السلام لم يعرفوه في رومية 3:13 و14. لكن الرب يسوع المسيح لكل المجد هو اللي قال أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. فشخص المسيح هو مانح السلام، هو مصدر السلام، هو طريق السلام، وهو رئيس السلام، هو ملك السلام كمان. هللويا. يقول لنا كده في رسالة العبرانيين لأن ملكي صادق هذا ملك سليم كاهن الله العلي الذي استقبل إبراهيم راجعا من كسرة الملوك وباركه الذي قسم له إبراهيم عشر من كل شيء. المترجم أولا ملك البر ثم أيضا ملك سليم أي ملك السلام. يبقى الرب هنا كان بيتكلم عن الرب يسوع مشبه بملكي صادق بلا أب بلا أم بلا نسب، لا بداية أيام له ولا نهاية أيام ولا نهاية حياة، بل هو مشبه بابن الله هذا يبقى كاهنا إلى الأبد. يبقى اللي بيحيا مع المسيح
يحيا في سلام دائم، هو رئيس السلام، وتكون الرياسة على كتفه ويدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا رئيس السلام. فده في شخص المسيح. بدون ما تاخد المسيح مش هتلاقي سلام لا مع نفسك ولا مع الله ولا مع الآخرين. سلام مع الله معطيه المسيح، السلام مع النفس زي ما كنا بنرنم سلام الله يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. يبقى في سلام مع نفسي، في سلام مع الله، في سلام مع الآخرين، في سلام حتى مع الأعداء. الله يجعل، لأن أنا ماليش أعداء، يجعل الأعداء يسالموني. عايز أقول كم حاجة على وجه السرعة. البركات قلت لي على البركات، بركات السلام في حياتنا. أول بركة بركة السلام مع الله. أنا بقى ناس خايفة من الله وناس خايفة من بطش الله. طيب قبل ما نكمل معايا تليفون بسرعة يا أسيس ناخده. قناة الطريق اللقاء الروحي. ألو ألو ألو. بعتذر جدا، مكالمات كتيرة بس تقريبا الخطوط فيها بعض الأعطال، لكن نحاول نكون بنتواصل مع حضراتكم مرة ثانية. اتفضل يا أسيس. بركات، يبقى بركات سلام قلنا، باخد سلام مع الله وسلام مع نفسي وسلام مع الآخرين وإعلان وجود الله الدائم معايا في حياتي. لأني عايش في سلام، الله موجود معايا، فإعلان وجود الله أنا متمتع بالسلام، دي بركة. طبعًا. إن الله يبقى موجود معايا، موجود معاك، موجود مع عزيز المشاهد، دي بركة من عند الرب. إن كان الله معنا فمن علينا؟ علينا. يبقى أنا مطمن ليه؟ لأن الله موجود معايا. وأنا في سلام ليه؟ لأن الله موجود معايا. وأنا مش منزعج ليه؟ لأن الله موجود معايا. لأن الله دعاني كمان أنشر السلام للخصام. كمان بركة الطمأنينة. يقول المرنم أنا مطمن وأنا وياه، أصل ناقشني على كفيه. يبقى ليه أنا مطمن؟ أمشي فخور وأنا ماشي معاه زي الطفل في إيد والديه. عشان كده البركة الطمأنينة والأمام نتيجة طبيعية لكل من سلم قلبه للمسيح. يقول كده في كولوسي 3:15: ويسكن شعبي في مسكن السلام وفي مساكن مطمئنة وفي محلات أمينة. ليملك، كلمة ليملك معناها ليسكن السلام في قلوبكم، سلام الله الذي إليه دعيتم. سلام يدي فرح، مظبوط، بركة الفرح وبركة السعادة. يقول لنا في أمثال 12:20 يقول السالكون بالسلام فلهم فرح. السالكون بالسلام لهم فرح. طوبى يعني هي سعادة. صانعي السلام لأنهم أبناء الله يدعون. عايز أقول لأحباء المشاهدين عشان إزاي نقدر نتخلص من التوتر والاضطراب الموجونة: لا تدع شيئا يزعجك ولا يزعج سلامك ولا هدوء قلبك، ولا تدع الناس اللي حواليك يفسدوا سلام الله اللي حطه جوه قلبك. لكن روح للرب وقعد قدامه. 2، احفظ قلبك وضميرك طاهرا بحيث انه لا يبكتك على اي خطية انت عاملها. وعشان احفظ قلبي طاهرا يبقى لازم اروح اقعد مع الرب واعترف بخطاياي وبضعفي وبمخاوفي واحطها قدام الرب. وما عملتش كده لا مش هقدر اتمتع بالسلام. احرص ان تكون في سلام مع الله باستمرار، وعود نفسك ان تكون في سلام مع جيرانك ومع الناس اللي من حواليك ومع الناس اللي معاك في الشغل. في كل الامور الخارجية انت اللي تبادر بالسلام. فالسلام اللي عندك هتقدر تديه للاخرين. مش الرب لما ارسلنا قال ان السلام اللي عندنا اذا قبلوكم سلامكم يحل على هذا البيت. يبقى لما أنا أسعى في السلام وأقدم السلام للآخرين، السلام اللي عند الوعد من الله هيروح للآخرين. طب وإذا ما قبلوش السلام
انا عندي سلام الله، والسلام الهديه اللي كنت رايح اوديه للاخرين رفضوه هترجع لي الهديه تبقى بتاعتي انا، فبقى عندي مضاعفه من السلام. السلام بتاعي والسلام اللي ما قابلهوش اللي ما قابلهوش الشخص الاخر. واستمر كل يوم اروح اديله هديه تاني من السلام، لو ما قابلهاش يبقى انا باخد اتنين هديه سلام. هللويا. سلام الله المدولي وسلام اخر ايضا. هللويا. تعود انك تسلك بهدوء، وتعود انك تحترم الاخرين، لان احترامنا بعضنا البعض ونسلك في تواضع تجاه بعضنا البعض ده بيدي سلام. بلاش نتعامل مع بعض بكبرياء وتعالي، لان ده بيولد توتر وانزعاج. لكن حب الجميع، قدم تواضع للجميع. لما تنزعج اوعى تهجر وقت شركتك مع الرب اليومي، وقت صلاتك، وقت تعبدك، وقت قرايتك لكلمة الرب، لان دي المصادر الحقيقية. عشان اقدر اخدها من عند الرب لازم اروح واعمل كده قدام الرب. اخر حاجة، تدرب على ان يملأ سلام الله قلبك وحياتك كل يوم، مهما كانت الظروف، مهما كانت المصاعب، مهما كانت الاحزان. روح اقعد قدام الرب وما تخرجش من قدام الرب الا لما تاخد منه السلام، لان هو مانح السلام. ما فيش اي حد في الدنيا هيدي لك سلام. عشان كده رب يقول لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب، انتم تؤمنون بالله فامنوا بي، وسلام الله يفوق كل عقل يحفظ قلبك. رب لينا كل المجد. قال لتلاميذه سلامي أعطيكم، سلامي أترك لكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. فالله بيدينا سلام مختلف وسلام مميز. وتذكر أن في علاقتك مع الرب، الرب قطع عهدا لهذا السلام، يعبر عنه في سفر أشعياء 54 عدد 10، يقول فإن الجبال تزول والأكام تتزعزع، أما إحساني فلا يزول عنك. خد بالك من الحتة اللي جاية، وعهد سلامي لا يتزعزع قال راحمك الرب. يبقى الله بيدخل معاك زي ما دخل معايا، مهما كان وضع العالم، زي ما قلنا في مقدمة الحلقة عن كل الأزمات الموجودة في العالم، أزمات مادية وأزمات اقتصادية وأزمات عائلية وأزمات بطالة، مليان العالم مشاكل وأزمات صحية ونفسية مليان. بس الله قطع معايا عهد بالسلام، العهد ده ممدود ليك طول ما انت حاطط ايدك في ايد الرب. السلام اللي عند الله هيملأ قلبك، ولما قلبك يتملي ويفيض هتفيض بالسلام الموجود في قلبك الى الاخرين. عشان كده الرب يقول اخيرا كلمة رائعة في انجيل يوحنا 16 عدد 33، قد كلمتكم بهذا ليكون لكم في سلام. في المسيح بس، في العالم سيكون لكم ضيق، ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. قد غلبت، مش الضيق، العالم، لأن العالم اللي هو نظام الشيطان هو مصدر الإنزعاج. فالرب غلب الشيطان، وأنا وإنت بنقدر نغلب الشيطان ونمتلئ بسلام الله. تمتع بسلام الرب وربنا يبارك حياتك. أمين. ورب يبارك. ربي يباركك يا سيد يوسف. جرعة جميلة جدا من كلمة ربنا لينا عن السلام، وإزاي نكون بنتمتع بالسلام في وسط عالم مضطرب ومخاوف كتيرة جدا بتحصل في حياتنا وفي العالم اللي عايشين فيه. إزاي النهاردة تاخد السلام في حياتك؟ وقلنا الخطوات اللي ممكن نكون بنمشي عليها عشان نكسب السلام، وعرفنا كمان مين مصدر السلام، لأنه هو رئيس السلام، هو الرب يسوع بذاته وبنفسه، هو رئيس السلام، هو اللي يقدر يكون بيمنحنا هذا السلام في الوقت القادم في اسم يسوع. بشكرك جدا يا سيس يوسف وقت الحلقة الجميل دوت، يعني خلاص انتهى، يعني الوقت الجميل بينتهي بسرعة زي ما دايما بنقول، وقت اللقاءات الروحية الجميلة والشركات العميقة في كلمة ربنا، وإزاي نكون بنتمتع بكلمة ربنا أكتر. آمين. نورتنا كتير كتير ربنا كتير باركي. لكن في دقيقة واحدة، دقيقة واحدة يا سيس، هطلب منك كلمة أخيرة للمشاهدين، تحب تقول لهم إيه قبل ما نقول لهم باي باي؟ عزيزي المشاهد، خليني أقول لك النهاردة في الدقيقة الأخيرة من الوقت ده، هل أنت منزعج؟ هل أنت خايف؟ هل أنت متوتر؟ هل أنت قلق؟ قلت لك ممكن خطوات عشان تاخدها عشان تتمتع بالسلام. تحب تيجي أنا وإنت نصلي مع بعض دلوقتي وإحنا بنختم الحلقة النهاردة، وتخلي سلام الله
ينزل جوه قلبك. من فضلك صلي معايا من كل قلبك، وحط حزنك وألمك وتعبك وتجربتك ومخاوفك وانزعاجك وكل المشاكل الموجودة عندك، وصدق ان الرب النهاردة بيسمع صلاتك. يا رب يسوع اشكرك من كل القلب لانك انت اله السلام، وانت ملك السلام، وانت مانح السلام. تعال يا رب النهاردة طهرني من كل خطية، ادخل جوه قلبي واسكن في حياتي، لان وجودك في حياتي هيديني سلام معاك، وهيديني سلام مع نفسي، وهيديني سلام مع الاخرين. يا رب انا بشكرك النهاردة لان سلامك هيحفظ قلبي وفكري وطرقي، فاتمتع بالسلام الله في كل خطوة من خطوات حياتي. انت تباركني بهذا السلام. املأ قلبي بالفرح عوضا عن الحزن يا رب، املأ قلبي بالسلام عوضا عن الاضطراب والقلق والانزعاج. انت اللي قلت كلمتكم بهذا ليكون لكم في سلام. مش كده يا رب النهارده انا بصلي وبقول لك انا عايز السلام ده يملاني، ومش عايز يخرج من حياتي ولا من بيتي ولا من شغلي ولا وسط جيراني ولا من بلدي. تعال وحل بالسلام يا رب. بنتهر كل روح شرير ضد السلام يا رب. البلاد اللي ما فيهاش سلام ومليانه انزعاج وبيقتلوا بعض، زورهم زياره خاصه. البيوت يا رب المليانه بالتوتر، زيورهم زياره خاصه النهارده يا سيد الرب. انا بصدق واؤمن فيك يا رب انك قادر ان تفيض بهذا السلام اللي انت تركته لينا، واحنا جينا النهارده ناخده منك، نمتلئ به، نحيا فيه، نعيشه كل يوم. نشكرك يا رب يسوع لانك انت سمعت صلاتنا واستجبت، ولك كل المجد. آمين 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 آمين. مع ختام الصلاة الجميلة اللي صلاها الأسيس يوسف، احنا يعني بنوجه شكرنا مرة تانية ومحبته الكبيرة بكون معانا على شاشة قناة استوديوهات قناة طريق، ودايما يا رب في تألق ونجاح في خدمتك في كل مكان يا سيدي. امين. ربنا يبارككم ويبارك السادة المشاهدين. شرفتنا كتير ونورتنا. شكرا لك. ربنا يبارك. اعزائي المشاهدين، جينا لنهايه حلقتنا اليوم في اللقاء الروحي، واتكلمنا فيها عن السلام. سلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وافكاركم في المسيح يسوع. مش عايزاكم تنسوا قناه الطريق، على بالكم لانها جوه قلوبكم، دعموها بصلواتكم ومحبتكم علشان نقدر نكون بنكمل مشوار قناة الطريق في كل مكان في العالم. الرب يكون معاكم. سلام الله يكون معاكم في الوقت الجاي. سلامي أترك لكم زي ما المسيح قال، وتصبحوا على ألف خير وكله للخير.
شهر.